اختتمت فعاليات تمرين مركز التفوق الجوي الذي أقيم بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الباكستانية، والذي تشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية للمرة الثانية. ولله الحمد تم تحقيق جميع أهداف التمرين الذي يأتي لدعم أواصر المحبة والعلاقة بين البلدين وزيادة التعاون في المجال العسكري. وبفضل الله وحمده تحققت جميع أهداف التمرين، كما كانت مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية مميزة على جميع المستويات.